الملف اللي شاغل العالم، كل العالم يتحدث. الملف الأول الآن هو السودان. تمام. معالي الأمين العام، كيف يرى الوضع الآن في السودان؟ وإيه اللي حصل في السودان تحديدا؟ لأنه مفيش روايات واضحة حتى الآن. إيه الحقائق؟ إيه اللي بقى عند معالي الأمين العام لجميع الدول العربية؟ وهل الجماعة تحركت مبكرا أم كان تحركها اتأخر عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي؟ بالعكس اتفضل. بالعكس بالعكس، اتفضل سبقناهم. معلمي. الوضع السوداني وضع كنت أرى احتمالات قوية جدا لانفجاره، لأنه هناك دولة سودانية لديها قوات مسلحة، ولكنها بجوار القوات المسلحة وعلى التوازي أنشأت قوة مسلحة ميليشيا، وهذه القوة صبغتها بصبغة تشريعية قانونية، ولكنها تعمل صحيح تحت قيادة القوات المسلحة، ولكن بمعزل عنها، لها قيادتها ولها. وبالتالي أصبح في قلب السودان قوتين مسلحتين. المجتمع الدولي، المجتمعات العربية، التاريخ الإنساني في العقود الأخيرة، في القرون الأخيرة، هي قوة مسلحة واحدة، هي الجيش جيش واحد. أو القوات المسلحة. فالإنسان كان شايف أنه في احتمالات لصدام، خصوصا لو كان فيه احتمالات لصدام بين الشخصيات وبعضها البعض، وأيضا احتمالات لتدخلات خارجية لمصالح خارجية. السودان دولة غنية للغاية، لا يخدعك حالة الفقر اللي على السطح. أحيانا السودان غنية بمواردها وبإمكانياتها وبأرضها وبمياهها وبجوها، وبالتالي الصدام كان قادم. بعد 2019 زادت حدته جدا، حصل هذا الصدام مثلما كنا متوقعين، وأصدر رأس الدولة الفريق أول للبرهان قرار بإلغاء حل حل هذه قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع، وتدور معارك أساسا في منطقة الخرطوم. العاصمة. خطورة الوضع السوداني في هذه اللحظة أنه أولا خسائره رهيبة على المجتمع السوداني،